ببهاء قريش أقول ضيف المدينة الكبير هذا الدكتور عبد الرزاق ما شاء الله في العلم في الفتوى في التاريخ في الآثار في الأمثال وفوق هذا كله الأخلاق ما شاء الله رجل فاضل كل الميادين تلقاه ما شاء الله والله هذا لست شيء هذا تقدير أهل الفضل ونظرة أهل العقل أبا محمد حياكم الله يا وهذا ضيف المدينة الليلة الكبير ضيفكم الأستاذ حامد القرشي حامد أحمد القرشي حياك الله في المدينة وشرف المدينة كلها الأستاذ عمر عتيق القايدي اليوم باستضافتك والله شرف المدينة كلنا وشرفنا جميعا باستضافتك والله وشرف حتى بالحضور وجوه المدينة الأستاذ علي سالم الردادي ما شاء الله تبارك الله من وجوه المدينة في العرب نعم وأيضا وكرام يعني أعجز عن التعبير في المجموعة هذه نعم. ووجه المدينة الحقيقة صاحب المجلس المنبر الثقافي الشيخ صالح مريزيك النفيع العتيبي وأيضا إعلام المدينة تاريخ المدينة كله هنا خير الدين بصراوي حياك الله أستاذ خير الدين أبداً أنا أعتز بيك مشرف والله وبضيفنا الله يكرمك والله هذا ضيف المدينة كلها الله يكرمك ويحفظك وإياك حياكم الله حياك الله أستاذ حامد مرة أخرى كل المدينة الليلة تحييك وترحب بك في مجلس صديق العمر والدراسة صديقكم الأستاذ عمر عتيق القايدي أتشرف أنا غمرني بحسن الاستقبال وبالترحيب وعاجز على التعبير أن أعبر في هذا المجموع هذا يعني تعبير يعني عاجز على التعبير في فرحتي ولقائي زميلي وصديقي